بس ليه؟ عشان انا عايزه اتكلم عن الاهلي. وطالما ذكرنا موقف الشناوي حاليا، احنا عندنا دلوقتي مفروض استعداد للبطل النايجر، ومباراه مش سهله ابدا، وربما لسه محدش عارف، بس ربما يغيب الشناوي. فهل ده ممكن يؤثر؟ يعني برضو الموضوع بالنسبه لموسيماني صعب، خلينا نبقى فار. هو صعب عشان ده يعني هو اساسي وهو اللي بيلعب على طول، انما انا شايف ان علي لطفي برضه ماشي كويس. يعني علي لطفي برضه لازم ناخد الثقه، ولازم نديله احنا كمان الثقه، ولازم الناس تقف جنبه، لانه هو حارس مرمى جيد، وان شاء الله ما مش هيبقى فيه مشكله. ان النادي الاهلي معروف دايما ان حراس المرمى بتاعته دايما كويسين، فاي حد بيلعب بيبقى كويس على مدار التاريخ، يعني اللي احنا شفناه. يعني في حتى امبارح برضه للامانه، يعني بالظبط كده. يعني ابو جابر عادي جدا، مفيش مشكله، كله بيلعب، لان انت بتلعب في دوري، الدوري ده برضه دوري مصر، دوري كويس، دوري قوي جدا يعني. فاي حد بيلعب بيأدي، يعني الشناوي خرج لعب ابو جابر مفيش مشكله خالص، بسام هيلعب برضه مفيش مشكله خالص في اي حاجه. انما في النادي الاهلي نفس الكلام، ان انا شايف ان مش هيحصل ازمه، لان برضه بدايه بطوله افريقيا ما بتبقاش برضه فرق قويه جدا يعني. انما فرقه النيجر انا لعبت قدامها لما كنت ماسك الاتحاد الليبي في النيجر، اللي هو الفرقه ديت فرقه مش وحشه، انما مش على مستوى الفرق اللي هي مصريه يعني. انما طبيعي جدا ان علي لطفي يلعب حتى لو لعب، يعني نتمنى طبعا للشناوي السلامه ويرجع بالسلامه ان شاء الله. انما لو علي لطفي لعب انا اعتقد ان هو ما فيش مشكله خالص. مش كده برضه يا كابتن، يعني النقطه في حاجه، ان انا طبعا عندي حارس واثنين وثلاثه كويسين جدا زي ما حضرتك قلت، ولكن ربما برضه ما شاركوش بالكم، خلينا نبقى يعني نتكلم بصراحه، ما شاركوش بالكم اللي ممكن، يعني انا مش هقول مطمن، بس ابقى ايه حاسس ان مفيش ذره قلق من اي مباراه هيشارك فيها. فهي القصه كلها ان انا عندي كوادر، لكن مشاركه على الارض هي اللي بتفرق بشكل كبير جدا. علي لطفي كمان لما نزل في مباراه الاهلي والزمالك طبعا اللي فزنا فيها، احنا كلنا كنا طايرين بيه، كان حقه. هو في عندنا كادر، لكن انت لازم تديه فرصه مره اثنين وثلاثه يشارك. ده اللي احنا بنقوله، لازم في خلال مباراه الدوري او الكاس لازم يلعب، يعني الاول والثاني بالذات لازم يشارك شويه، على اساس برضو الاولاني مش هيستحمل ضغط المباريات دي كلها، طبيعي. منتخب وكاس ودوري قديمه شفنا على الارض اهو، شغل وانسان في الاخر يعني. طبعا فلازم، طبعا اكيد يعني، فلازم الثاني او الحارس الثاني لازم يكون جاهز بشكل كبير. يعني لازم في الدوري مثلا الشناوي مثلا او سين من الناس يلعب خمس ست سبع ماتشات، وده يلعب ماتشين مثلا في وسطيهم، فده عشان يبقى موجود ويبقى فيه تنافس حتى بين الاول والثاني، على اساس لما يحصل حاجه للحارس الاولاني يبقى الثاني جاهز. انما انا شايف ان علي لطفي برضه عنده خبره كبيره، انه لعب في انبي كتير ولعب منتخب الشباب كتير، فعنده الخبره من الخبره ان هو يخليه يقدر يعرف يشتغل مع المباراه ازاي. فانا شايف ان ده مش قلق، بس طبعا للجهاز الفني، عشان الجهاز الفني مش مصري فلازم يكون عنده قلق، ده طبيعي جدا. وعلى فكره القلق مش ان علي لطفي وحش، لا بالعكس، القلق ان هو ان انا متعود ان حارس المرمى ده اللي بيلعب وهو ده اللي الاساسي عندي، اما بيحصل له مشكله ببقى قلقان شويه مع بدايه المباراه، انما بعد كده المباراه تبقى ماشيه سهله ان شاء الله، لان برضه علي لطفي من حراس المرمى الجيدين.